بدار الثقافة أم السعد بمدينة العيون تنظم جمعية مادس للثقافة والفنون الدرامية بشراكة مع وزارة الثقافة والاتصال وجهة العيون الساقية الحمراء الدورة الأولى لمهرجان العيون للمسرح الحساني. وينظم هذا المهرجان في نسخته الأولى احتفاء بالذكرى العشرين لعيد العرش المجيد، وكذلك تفعيلا لعقد البرنامج الخاص بتمويل وإنجاز مشاريع التنمية المندمجة لجهة العيون الساقية الحمراء، سعياً للارتقاء بالمكون الثقافي للجهة والمساهمة في التنشيط الثقافي والفني بجهة العيون الساقية الحمراء. ومحطة لتطوير كما قلت آليات التعامل مع سواء تعلق لهم بالإخراج أو بالتأليف أو بالتشخيص، وكلها أمور لابد أن نستفيد منها. هذه محطة كذلك لتكريم بعض الوجوه الذين أعطوا للمسرح الحساني في مختلف مجالاته، كذلك على أنه هذه المحطة من محطات العمل الثقافي والتنشيطي تندرج في إطار البرامج الثقافية لهذا المكون الثقافي الحساني بجهة العيون الساقية الحمراء. تظاهره يعني مهرجان العيون للمسرح الحساني تندرج في اطار يعني المكون الثقافي لجهه في اطار النموذج التنموي، وايضا احتفاء بذكرى العشرين لعيد العرش المجيد. هذه التظاهره متنوعه فيها مجموعه من المحاور، عروض مسرحيه حسانيه، وايضا يعني ندوه فكريه، وايضا توقيع كتاب ولقاءات فنيه مع مجموعه من الرواد. ويعرف مهرجان العيون للمسرح الحساني تكريم عدد من الفنانين والمبدعين في مجال المسرح وتقديم عروض مسرحية حسانية. وخلال أيام المهرجان تنظم ورشات تكوينية لفائدة هواة ومحترفي المسرح، كما سيتم تنظيم ندوة حول توظيف الثورات في المسرح الحكاية الشعبية الحسانية نموذجا بمشاركة كتاب وأساتذة وباحثين. بالإضافة إلى ذلك يعرف المهرجان تنظيم لقاء مفتوح لتقديم وتوقيع مسرحية لوزيعة للكاتب المسرحي الحسين الشعبي.